يعني طبعا احنا يعني من موقعنا يعني العسكري في قيادة المنطقة الثالثة، وبصفتي أحد ضباط القوات المسلحة، أدعو جميع زملائي في الوحدات العسكرية التي لا زالوا في بيوتهم يعني منتظرين، أن يبادروا وأن يحددوا موقف من المتمردين، وأكد لهم بأنهم يعني محسوبين القوات المسلحة، لأنهم يعني وقفوا، وإن كان الوقوف هذا لا يليق، لكن قد ما نلتمس لهم عذر، يعني عندما يعني سيطر الإنقلابيون على مفاصل الدولة، يعني قد يكون عندهم بعض اليأس من القيادة العسكرية التي كانت تقودهم، وبالتالي لجأوا لبيوتهم وهم غير راضين عن الحوثي وغير راضين على التصرفات التي حصلت من الإنقلابيين بشكل عام، سواء الحوثي أو علي عبد الله صالح. إلا أنهم، أنا متأكد بأنهم سوف يكونوا جزء من القوات المسلحة، وأنهم سيكون لهم دور في الوقت المناسب. وأكد للناس الذي يتكلمون حتى على الحرس الجمهوري، الحرس الجمهوري ليس مع علي عبد الله صالح، الحرس الجمهوري هو من أبناء الشعب اليمني، وإن كان منه يعني جزء بسيط لا يتجاوز 10% يقاتل مع علي عبد الله صالح، وهؤلاء متأثرين تأثير شخصي، تأثير مادي، تأثير يعني عقائدي، ليس إلا أما 90% من الحرس الجمهوري أنا أعرفهم تماما، وكما ذكرت لكم سابقا في أكثر من مجال، أن هؤلاء أعرفهم تماما، وأعرف زملاء ضباط وقادة وجنود من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وحتى المهام الخاصة، سوف يحددون الموقف، وسوف يكون لهم دور كبير في تطهير صنعاء وما بعد صنعاء. وأؤكد لكم بأنهم هؤلاء يعتبروا قنبلة مؤقتة في وجه الانقلاب بإذن الله.